هاي كيفكم؟ إن شاء الله بخير. هاي كيفكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم عندي لايف مع بروفيسور حسان عبد الجبار. إن شاء الله كويسين. من زمان ما طلعت لايف حاسة، صار يمكن 10 أيام. فاليوم بنتكلم عن موضوع جدا مهم، واللي هو المرأة في فترة الحمل والولادة وأهمية الفيتامينات لأي مرأة في هذه الفترة. وشرفني أكون معاكم في اليوم في اللايف، واللايف برعاية أليفيت. فجهزوا أسئلتكم، حيكون عنده أسئلة، يعني موضوع حيكون حلو يفيد الجميع. أظن كثير مننا يبغوا يحملوا، ولا حامل، ولا بتفكر في المستقبل، فعنده كثير أجوبة هيكون لينا في هذا الموضوع. And if you're pregnant and you're waiting for this video, it's the perfect video. And I want to get pregnant, ف it's also a good idea to actually be part of it. خليني أشوف إذا هو he's on live. He's not live yet. بستنى الدكتور. أكيد فيكم يعرف، أكيد كثير منكم تعرفوا الدكتور حسن عبد الجبار، دكتور جدا معروف، من أهم الدكاترة في السعودية. بس شوف فينه هو. وغير كده أنتوا إيش أخباركم؟ والله من زمان عنكم. كثير مننا كسيدات نفكر في أهم، طبعا قبل ما نحمل، إنه إذا بناخذ الغذاء الكافي، إذا بناخذ الفيتامينز الصحيحة. طبعا كثير ناس يتكلموا انه قبل الحمل لازم تاخدي فوليك اسيد، هاي محرق. فمينلي هذه كلها امور نفكر فيها. دكتور وصل. ايه دكتور، هذا جدا ممتاز ومره من اهم الدكاتره اللي في السعوديه، يعني ففرصه حلوه انه انا قدرت يعني اكون في اللايف هذا معاه. Connecting. أهلين دكتور، كيف؟ أهلين، السلام عليكم، كيف حالك؟ عليكم السلام، إن شاء الله بخير. طيبة. والله كيف يومك؟ إن شاء الله يومي كويس الحمد لله، مشغول لكن ماشي الحال. أي والله اليوم بيجري بسرعة صراحة، اليوم حاسس الساعة 9، I'm like ما استوعبت إنه أصلاً صارت 9. كيف حالك؟ عساك طيبة؟ والله تمام. أشكرك أول شيء لحضورك، يعني شرف لي وشرف كبير لي أنه بروفيسور زيك على منصتي، والله العظيم. والله انبسطت بس من كلمة قلتيها أنت، أني أنا أبغى أحمل ونحن بندور على زباين، ما عندنا زباين. أنا أبغى أحمل بس أنا زوجي في الكويت وأنا هنا صار لي 7 شهور. أنا أجيب لك هو. جيب لي هو عشان أصير زبونتك. شكله مع الاكتئاب شوية، الناس كلها يعني ما تبغى تحمل مع الأوضاع العالمية. الله يعين، والله الله يعين، بس إن شاء الله إن شاء الله زايلة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. فدكتور اليوم حبينا نتكلم عن أهمية التغذية والفيتامينات للمرأة قبل وبعد وأثناء فترة الحمل. فأحتاج أول شيء تعطيني أول شيء بريف عن إيش أول شيء تنصح المرأة في بداية حملها، قبل ما تفكر تحمل إيش لازم تسوي، وأهمية التغذية والفيتامينات. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء نحن يعني أنا في فترة من الفترات 4 سنوات كنت أشتغل مع الرابطة العالمية لأمراض النساء والولادة في برنامج خاص اسمه برنامج نيوتريشن فيرست، التغذية أولا. وكانت هذه التغذية أولا في لها 4 مراحل، شيء مرة جميل يعني الواحد لما يجلس يفكر فيه، ما قبل الحمل، أثناء الحمل، أثناء الرضاعة، وبعدين بعد الرضاعة الأطفال والمراهقين. وهذه كانت يعني عبارة عن برنامج كامل للعالم كله، يبغوا يعلموا العالم كله إيش أهمية التغذية. فلو بدأنا نحن ما قبل الحمل، في أمراض كثيرة ممكن الواحد يتفاداها قبل لا يدخل الحمل. وهذه طبعا كان منها ومن أهمها
اللي هي استخدام حامض الفوليك قبل الحمل. الناس طبعا احنا للاسف الشديد في المملكه العربيه السعوديه معظم الناس يبداوا فوليك اسيد ويشتغلوا، يعني يشتغلوا حلو بحامض الفوليك، يمكن اكثر من 30 40% يكونوا بداوا قبل لا يشوفوا الدكتور، ولما يشوفوا الدكتور يوصلوا 70 80% ياخذوا حامض الفوليك. لكن المفروض انه يتاخذ قبل الحمل والاستشارة ما قبل الحمل. وهذه الدراسة كانت أصلا جاتنا من إيرلندا. الإيرلنديين لقوا أنه عندهم أمراض كثيرة وجلسوا يدرسوا لين عرفوا أنه والله حامض الفوليك هو السبب الأساسي، أو نقصه هو السبب الأساسي لهذه الأمراض، وبدأوا دكتور، لبعض الأشخاص اللي ما يعرفوا إيش هو فائدة حمض الفوليك أسيد، ممكن بس تقول إيش هو فوائده؟ في ناس ممكن ما عارفة. اوكي. نحن في عندنا حاجة اسمها نيورال تيوب ديفكت، نيورال تيوب ديفكت عندنا في جزء من العمود الفقري للبيبي، عدم وجود حامض الفوريك يسوي مشاكل في العمود الفقري للبيبي ويمكن يوصل إلى الدماغ إلى الرأس. فعشان كده لقوا إنه عدد الحالات مرة كثيرة، لذلك بدأوا يحاولوا انهم يعطوا حامض الفوليك قبل. من الشيء الجميل في العالم بعد البرنامج حقنا هذا، كثير من الدول صاروا يحطوا حامض الفوليك في اكلهم، يعني مثلا في تركيا يحطوه مع الخبز، ايوه فعشان يصير الواحد حتى مو لازم ياخذ حبوب انما يكون متواجد بكميات كبيرة. فهذا واحد من اللي ما قبل الحمل. أثناء الحمل طبعا أنا يعني أتذكر لما كنت شباب وريزيدنت وكنت بشتغل في كندا، كان في النادر لما يعطوا المريض فيتامين وكالسيوم وكذا، لأنه كان الغذاء حقهم يتكامل بالأشياء هذه. مع ذلك ساعات يحتاجوا بعض الأشياء اللي ما هي موجودة في اللي. نحن في المملكة للأسف يعني أكلنا مختلف تماما. يعني إذا تسمحي لي كده أقول كلمة عن الأكل، تفضل. يعني نحن في الثمانينات مثلا، أو خلينا في السبعينات، كان لما تبغى تنزل تاخذ فاست فود ترى ما تلاقي يمكن سندويتش شاورما في شاورما شاكر، ممكن تلاقي سندويتش مخ بالبيض عند الأوبرج، اي صح، تلاقي أشياء زي كده. يعني كان في، أتذكر في الرياض كان في مكان اسمه جهينة، قال عند جهينة الخبر اليقين، نروح جهينة هذا عشان ناكل سندويتش كبدة مثلا. ما في الفاست فود هذا مرة غير موجود، ما هو موجود ترى بالطريقة اللي حتى جيلي انا، يمكن حتى بعدك بكثير، كان في مطعمين او اربعة خمسة جانك، ما كان إيه. عندنا ما بكثرة. كان زي الآن. يعني لما دخلنا في الثمانينات وجات الطفرة والاقتصاد وزادت الفلوس، الناس اتجهوا اتجاه غريب، الأكل بطريقة غريبة، يعني إلين وصلت السمنة عندنا أكثر من 40 50 60% في بعض الفئات، ولقينا إنه قلت الحركة. يعني بعد سنين، يعني بعد يمكن 15 سنة اكتشفنا ان احنا غلطانين. يعني انا اتذكر زمان ما حد كان يروح نادي يتمرن، يعني اصلا مو كويس، النادي مو كويس، لا تروح نادي، انت احسن لك تركب كده تلبس غترة وعقال وتركب سيارتك وتروح البقالة تشتري بيبسي تروح المدرية، لكن انك انت تمشي على رجولك ولا تروح مكان على رجولك ترى هذا ما هو كويس. اليوم نحن صار عندنا في حاجة اسمها ضد السمنة، حرب ضد السمنة، صح ولا لا؟ صح، صار وصارت عندنا الحياة اتغيرت، كل شيء صار أورجانيك تغيرات، وهذا. ايه، مع انه في عندنا صار فاست فود في كل مكان، يعني انت تخرج بين فاست فود وتلاقي فاست فود ومطاعم مرة كثيرة، لكن الناس صاروا مثقفين من ناحية الاكل، كثير من الناس ما ياكلوا الا اورجانيك، كثير من الناس ياكلوا اكلات متوازنة، حتى انهم في دايت سنتر، في اشياء كثيرة اللي بتخلي الواحد يفهم ايش معنى التغذية. هذه طبعا
ساهمت كثير في الحوامل. الحوامل كانوا يقولوا لها كلي حق اثنين، انت ترى حامل خذي حق اثنين، فتفضل تاكل تاكل. والله في بعض المرضى يزيدوا من 25 ل 30 كيلو اثناء الحمل، والسبب انه اللي حوالينا يقولوا لها لا لازم تاكلي، ما يصير، الافضل انك تاكلي عشان تغذي نفسك وتغذي الجنين. فمن هنا بدات، لما بدات عندنا الرياضه والدايت والمشي. مثلا شوفي دحين الممشى في جده على البحر قبل الكورونا ما زحمه، كانك في سوق من كثر الناس اللي موجودين فيه. فصار في عندنا تطور كثير من ناحيه حرب ضد السمنة وحرب ضد الكسل، وصار عندنا رياضة وصار عندنا أجسام رشيقة مختلفة تماما عن ايوه الأيام السابقة. اهتمام. نعم، نرجع للحوامل. الحوامل يعني أنا دائما أقول الحوامل دائما يجونا يعني في ناس يجوا من يوم ما تحمل، أول مرة تحمل وأول بيبي، لكن في ناس يجونا ترى 5 شهور 6 شهور وهي يعني تقول يمكن انا حامل، مع انه يعني انها هي حامل فعلا وبطنها كبيره وكذا، لكن يعني خاصه اللي كانت جابت 3 4 قبل كذا. فتلاقي هنا هذول الناس اللي يحتاجوا رعايه اكثر من الناس اللي مثقفين اللي عارفين لازم ياخذوا حامض الفوليك، لازم ياخذوا الفيتامينات، لازم ياخذوا كالسيوم. عندنا مثلا شرب الحليب، قليل اللي يشرب حليب بتمعن يعني ويتمتع بالحليب، معظم الناس يشربوا الحليب كأنه دواء، يشربوا اللبن كأنه دواء، ما هو يعني عبارة عن حاجة ياخذها كده، يعني يمكن ينبسط بالقهوة ولا الشاهي أكثر مما يشرب كاسة حليب ولا كاسة لبن. وهذا طبعا له تأثير كبير على العظام وعلى نسبة الكالسيوم في الدم وكذا. الحوامل أنا دائما أقول الحامل في المملكة العربية السعودية يمكن تختلف عن الحامل في أي مكان ثاني، لأنه يبغى لها رعاية خاصة من ناحية التغذية ومن ناحية الفيتامينات والمايكرو نيوترينز. نحن ما نأكل سلطة كثير، يعني صحيح. الآن في يمكن في السنوات الأخيرة بدأنا نكتشف حاجات اسمها سلطة، ولا زمان كان السلطة عبارة عن طماطم وبصل وخلاص ويلا. الآن السلطة ممكن تكون وجبة كاملة، السلطات انت عارفة كيف دحين السلطات ما هي بيحطوها سايد ديش، بطريقة صارت ايه وجبة أساسية. إيه وجبة صح. أساسية. في ناس كثيرين يقول لك ايش تتغدى، يقول والله أنا صحن سلطة يكفيني، وفعلا تلاقي فيه بروتين، في خضروات، في كل الأشياء، في زيت، في الأشياء اللي مفيدة له كبني آدم. استضفت شخص قريب من ناحية الصحة، فكان يقول لك لما تاكلي أكلك لازم دائما تطالعي في صحنك انه يكون ملون، you have to have a colorful plate، وهذه من أهم العوامل انك انت بتاكلي بطريقة نظيفة. ف حلوة حلوة دي، ده هذا حلوة صح؟ ذكرتينا كده بالفتوش والتبولة والشغلات اللي مليانة ايوه كل الألوان تلاقيها جواتها. هذا بالنسبة للحوامل. طبعا ما بعد الحمل وأثناء الرضاعة هذا موضوع يعني يبغاله يمكن جلسة كاملة، لكن الحامل والمرضعة ترى تقريبا متصلين ببعض، وتقريبا لازم ياخذوا نفس الاكل. بعدين نرجع نقول للاطفال، ليش انا بقول الدائره هذه في الاطفال والمراهقين، ترى هم حيدخلوا الدائره من جديد ولا لا، حتكبر وبعدين تبغى تحمل، فعشان كده لازم يكون الدائره كلها فاهمه ايش معنى التغذيه اثناء دائرة الحياة بالنسبة لنا، اللي هي قبل الحمل أثناء الحمل الرضاعة ما بعد الحمل والمراهقين وكذا. وإن شاء الله هذا يعني يكون ملخص بسيط للتغذية أثناء الحمل. يعني دكتور انت قصدك انه الوحده لازم تكون دائما مهتمه في نفسها من ناحيه من الايام من تينيج ييرز، من المراهقه لبعد المراهقه، لان هذا نعم الشيء اصلا هو نعم جسمك، فانت لازم تحافظي عليه عشان تكملي للمستقبل. دكتور بس انا عارفه جاني كثير بس اسئله، بس ايه اكثر تفضلي. سؤال جانا واحنا بنتكلم هو دكتور، هل انا عمري 35، امتى اخر عمر للحمل؟
انا مثلا 37 ويقولوا لي، كثير ناس يقولوا ندى احملي ترى حيفوتك القطر تاخرتي. كثير ناس هنا بسالوا سؤال انه دكتور انه امتى اخر وقت الوحده تقدر تحمل فيه؟ يقول لك 35 راحت عليك. لا هي ما راحت عليك. لا ما راحت عليك. اكيد شوفي في الواقع يعني كل الدراسات 37 قالوا انه 37 لا ما راحت عليك ان شاء الله. الين 35 يكون الحمل سهل بسيط ايزي بسهوله، وحتى اثناء الحمل يكون يعني ما في مشقه. نحن نقول دائما بعد ال 35، لانه بعد ال 35 نخوف الناس انه يحملوا بدري عشان لا يتعبوا كثير بعد ال 35. لكن الحمل يعني عندنا مفتوح نحن تقريبا الى سن ال 40. بعد ال 40 هو هذا المشكله، يزيد الضغط، يزيد السكر، يزيد السمنه، يعني ارهاق، فعلا ارهاق شديد على المراه في هذا السن. إضافة إلى ذلك أنه طبعا في أمراض كروموزومية وجينية وأشياء زي كذا ممكن بعد تحصل الأربعين. أكثر بعد الأربعين. لكن الآن بالتقنيات الجديدة صرنا نعرف الأمراض الكروموزومية. فيعني اللي سأل على 35 أحملي وما عندك مشكلة، ما عندها صح مشكلة إن شاء الله. دكتور. سألتك واحدة هنا، الأوميجا 3 خلال فترة الحمل هل فعلا تفيد لذكاء الطفل؟ والله شوف الأوميجا 3 طبعا هذا من الموضات الجديدة، يعني قبل 20 سنة ما كان في أوميجا 3. أنا أتذكر يعني يمكن في عام 85 ولا كذا كان معانا دكتور شاطر في حكاية التغذية وكذا، وكان يبغى يسوي بحث عن الأوميجا 3. هو اسمه هو عبارة عن unsaturated fatty acid، فاتي أسيد ما هو مشبع. كان اسمه لينولينيك أسيد، وكان يستخدم كثير في الناس اللي يجي لهم تنشن وعصبية قبل الدورة، مع الدورة، بعد الدورة، وتتغير أعصابهم وكده. وسوينا بحث جدا جميل، استخدامه في للبنات اللي يصير لهم العصبية دي، وكان نتائجه مرة ممتازة. وبعدين اكتشفوا انه فعلا هذا كويس بالنسبة للبشرة، كويس بالنسبة للشعر، وبعدين انتشر بطريقة ممتازة للناس اللي هم حوامل. في السنوات الأخيرة، يمكن العشر سنين الأخيرة، لقوا انه الأوميجا 3 له تأثير على تكون المخ، مخ الجنين. وعشان كده يقول لك يخليهم أذكى، يخليهم. أنا يعني دحين معظم مو أنا بس، إنما معظم الفيتامينات اللي تكون موجودة في السوق الآن يعطوها ويعطوا معها أوميجا 3. حتى في بعض البرودكتس تلاقي حبة الفيتامين لحال وحبة الأوميجا 3 لحال. بس في ما بعض تفتح ال الشهية، أوميجا 3 تفتح الشهية شوية صح؟ والله ما تفتح شيء، لأنها هي عبارة عن زي كأنها سمكة، يعني كأنك بتاكلي أنا أحس جوع مع إيه أوميجا 3 أخي. أنا أخذها كل إيه يوم بس أحس تفتح نفسي آكل أكثر، عشان كذا بسأل. والله يعني ما هو معروف عنها صراحة، لكن ممكن تكون في بعض الناس تخليهم تفتح لهم يجوع شهيتهم. لكن هي مهمة أثناء الحمل، في مهمة. السنوات الأخيرة وجدنا أنها مهمة أثناء الحمل. أوكي. والفيتامينز، كثير من الفيتامينز دحين صاروا يدخلوا فيها الأوميجا 3. أوكي. دكتورة هنا عندك سؤال، أنا عندي أسئلة كثيرة بس بدأت تجيك أسئلة هنا. دورتي متأخرة 3 أشهر ولم أحس بأي أعراض حمل، هل يمكن أن يكون كيس حمل فاضي أو تكيسات؟ والله حتى كيس الحمل الفاضي هذا يعطي أعراض، لأنه لما يصير حمل في هرمون معين كده اللي يطلع، هذا اللي يسبب الغثيان والتطليع ووقف الدم وما تيجي الدورة. فدائما تلاقي إنه في شعور بإنها حامل، يعني ما مو يعني إنه والله 3 شهور كده. لازم تبحث عن الموضوع، لأنه ما ممكن يكون في كيس حمل فاضي وما في اعراض. دائما الاعراض تكون موجوده. ايوه، وحتى التحليل لازم يكون بوزيتيف، ما يصير ان واحده حامل والتحليل حقها سالب. اوكي
دكتور، سبب ارتفاع هرمون الحليب لغير المتزوجة؟ النوم والكسل. يعني هرمون الحليب هذا من المتغيرات، تتغير بتغير الظروف، ترى كل يوم وكل، يعني لو عادت التحليل أكثر من مرة حتلاقيه مثلا متغير. الحكاية إنه والله قديش الهرمون يزيد وقديش يقل ومتى وكيف، ما لها قاعدة، لكن نحن نخاف من هرمون الحليب اللي ناتج عن الغدة لما يصير فيها تيومر، لما يكون فيها ورم بيفرز الهرمون الحليب. لكن هرمون الحليب اللي يطلع وينزل كده ترى هذا يعتبر طبيعي. الكسل، يعني أنا بقول الكسل يعني النوم، الناس اللي ناموا كثير ترى تلاقي هرمون الحليب حقهم أعلى من الناس الأكتيف والنشيطين. دكتور، دلني على دكتور شاطر في الأنابيب له تجارب ناجحة، وله تجارب ناجحة وسبب فشلها. أنا خلاص كلم الدكتور. لا شوفي، أنا كل هذا مرة سؤال ممتاز. ليش الناس ما يحبوا يسووا أطفال أنابيب؟ وليش حتى الدكاترة ما ينصحوا كل مريضة تروح تسوي أطفال أنابيب؟ تخيلي أنت لو إنه الشغلة بسيطة جدا كان كل الناس سووا أطفال أنابيب ويحملوا، كان ما يعني ما يصير فيها مشكلة. لكن عندنا 3 أسباب مرة مهمة لما يجي يفكروا فيها. يعني أنا أتذكر تدخل مريضة كذا تقول لي خلاص أنا الشهر الجاي أبغى أحمل، الله يخليك، والله يخليك أبغى ولد، ولا خليهم توأم ولد وبنت، ويعني بهذه الطريقة أوردر ياخذينها كأنها حاجة مرة سهلة. لكن لما يجوا يطالعوا يلاقوا انها فيها اول شيء، اول مرحله فيها التعب، فيها تعب غير طبيعي. يعني اول شيء تختار المريضه، وبعدين تدي لها ابر، المريضه تروح وتيجي كل 5 ايام تيجي تشوفها، تشوف عدد البويضات تكبر تصغر، هذه كلها ترى لها تاثير جسدي، تاثير كيميائي من الابر، وتاثير نفسي عليها لانها تعبانه رايحه جايه. اضافه الى كده تدي لها ابره ومدري ايه، تقول لها تعالي في اليوم الفلاني عشان تدخلي عشان نسحب البويضات، عشان وزوجك لازم يجي معاكي عشان تتلقح وكذا، هذا برضو تعب، دخول مستشفى، سحب البويضات، تخدير كامل او نصفي، أخذ هذا هرمونات قبلها. ما قلنا هذه. طيب بسيط. ثاني شيء اللي هو المبالغ اللي تدفعها سواء كان للعمليه نفسها او للادويه. يعني الادويه، يعني ساعات الأدوية تكلف 3-4 آلاف ريال، ما هو شيء رخيص يعني. فتعب وتكلفة، وأهم واحد فيهم الأخير هذا إنه ما في نسبة نجاح عالية. نسبة أيوة النجاح حقتها أيوه من 30-40%، ممكن توصل 50% للناس الصغار، لكن ما توصل 100%. فعشان كده الناس لما يعرفوا الحقائق هذه يتراجعوا شوية ويفكروا ويشوفوا. نحن بالنسبة لنا كأطباء لو واحدة طبيعية 100% ما نقول لها سوي أطفال أنابيب، نقول لها نسبة إننا تاخذي منشط وكذا ممكن تحملي أحسن من إنك تسوي أطفال أنابيب. ما نسويها إلا للناس اللي فعلا يحتاج، واحدة أنابيبها مقفلة، واحدة زوجها حيواناته المنوية نطفته ضعيفة. ضعيفة، في أسباب معينة كده هي اللي تخلينا نتشجع إنه يسوي. عارفين انها عندها مشاكل وعارفين انه عندها نسبة بسيطة، لكن في الواقع نبغاها تحمل، نقوم نقول لها هذه الطريقة المثلى انك تحملي. دكتور، إيش فائدة حبوب دوفاتسون بعد التبويض، وإيش الأعراض الحمل بعد استخدام دوفاتسون؟ حلو. دوفاستون هذا عبارة عن دواء يسمى بروجسترون، المرأة تطلع نوعين من الهرمونات، واحد الاستروجين وبعدين تطلع البروجسترون. اثناء التبويض تطلع البويضه وبعدين تفرز هرمون البروجسترون. في بعض الاحيان البروجسترون هذا يكون واطي، لما يكون واطي يقوم يصير لهم اجهاضات متكرره، فنحن نعطي البروجسترون لتدعيم الحمل لو كان في حمل. عشان كده في السوق كده يسموه مثبت للحمل، هو الدواء اللي يسموه مثبت للحمل.
وهو في الواقع عبارة عن هرمون سبورت، زي بالضبط لما واحد يكون غدته الدرقية ما تشتغل تقوم تدي له هرمون الغدة الدرقية. بالضبط هنا المبيض ما بيطلع بروجسترون كفاية، تقوم انت تدي بروجسترون كفاية. طبعا مهم جدا في الناس اللي يصير لهم اجهاضات متكررة، ما هو مهم لوحدة تحمل طبيعي، يعني قد الحمل الطبيعي وما عندها مشكلة وتكمل حملها بسهولة، يمكن ما تحتاج تأخذ ديفستون. ما له تأثيرات كبيرة، يعني تأثيرات زي مثلا أورام أو سرطانات أو تأخير أو لا لا، بالعكس يعني يعتبر من الهرمونات الحميدة الحلوة الكويسة، ما هو هرمون سيء. اوكي دكتور، بخصوص هل فعلا اذا كان الوسط قاعدي او حمضي للرحم اثناء التلقيح يكون سبب في نوع الجنين؟ والله هذه نظرية، طبعا نظريا معروفة، يقول لك انه الحامض كويس للبنات والقلوي كويس للأولاد، انه الحيوانات المنوية المذكرة تمشي في نظريا ويمكن في المعمل وكذا، وقد استخدمت زمان بطريقات مختلفة عشان تحديد ولا ترجيح جنس الجنين، لكن نحن في ان براكتس ترى مرة صعبة، يعني مرة صعبة، يعني قد ما حاولنا اننا نختار الطريق هذا انه نقول والله زود القلوي يقوم يصير ولد وزود الحامض يصير ايوه ما بنت، هي واضحة. لقينا مرة صعب تطبيقها، صعب. وبعدين غير تطبيقها تلاقي المريضة تسويها معاك شهر شهرين وبعدين تبدأ تتضايق وبعدين تبطل، لما تبطل تحمل بالبيبي اللي ما تبغاه، تبغى بنت تحمل ببنت. نقيت نقاية. ايه طب دكتورة بسألك دحين، حسيت انه يعني المرأة لما تجيك هيلثي وبتاخذ فيتامينات زي مثلا الليفيت مثلا، بتاخذ فيتاميناتها وبتاخذ كل هذه الامور، تحس حملها يكون اسهل ولا تحس انه انت دائما تبدأ مع your patients اللي يجوك دائما ايه اغلبهم يكونوا 80% بياخذوا فيتامينات من قبل ولا في الاغلب لا؟ لا والله شوف، يعني معظم الناس يكونوا بياخذوا حامض الفوليك، حامض الفوليك حمض كحامض الفوليك. فوليك معظمهم ياخذوه. جرت العاده، ونحن جرى الستاندر اوف كير وكذا، ان نعطي المالتي فيتامينز بعد الاسبوع ال 12، يعني في 13 14. مشكله الفيتامينات انها متعبه، لما تقول لها تاخذي حامض الفوليك وتاخذي حديد وتاخذي كالسيوم وتاخذي مالتي فيتامينز، فلما يصير عندها ثلاثة أربعة حبوب تاخذها كل يوم تتضايق منها يعني. طيب وكثير من كثير كثير من الشركات الأدوية حاولوا إنهم يقللوا الحبوب حبوب في عدد إيه، ويمكن الإليفيت هذا من الحبوب الممتازة، لأنها تحتوي على كل شيء تقريبا، تحتوي على كل شيء، والناس اللي بياخذوها فعلا يشعروا إنهم هيلثي، ألف فتلاقي فيها إيه، فيها كل الأشياء اللي تحتاجها المرأة، فتاخذ حبة واحدة تكفيها عن الأشياء كلها. عرصة. وبعدين في البداية حتى الحمل تكون أصلا الوحدة نفسها لاعية، فمع كثرة الحبوب أحس ترجيع بالضبط أقوى. بالضبط بالضبط. ثاني لكن سؤال في اتفضل. المملكة يعني ما زال حبوب المالتي فيتامينز يستخدم بعد الشهر الثالث، وتقريبا يعني تقريبا حتى لو انت ما اديتي للمريضة خذي حبوب وكذا، يعني المثقفين وكذا تخرج من عندك تروح على الصيدلية تشتري حبوب فيتامين وتاخذها، ولا تروح الجي ان سي تاخذ فيتامين، يعني صار في ثقافة انه والله الفيتامين مهم لجسمك، وهذا شيء طيب يعني. لكن انا أيوة. طبعا الرساله نديها للدكاتره انه اذا عندك حبه افضل من كل الحبوب مع بعض، بروفن يعني الاف دي اي اعترفوا بيها انها حبه ممتازه للحمل، سليمه سهله بسيطه رخيصه ممتازه، ف يعني تعتبر حبة أفضل من الثلاث أربع حبات اللي ناخذها. دكتور ما شاء الله كمية الأسئلة اللي عليك بين هنا وكمان عندي أسئلة في البوكس وفي جوالي ما شاء الله.
تفضلي. ما شاء الله، يعني انت يبغى لك دكتور صفحة انستغرام مخصصة لهذه الأسئلة. عندك سؤال هنا، أول شيء أسباب العيوب الخلقية الغير وراثية. عندي ولد عنده عيب خلقي في العين ما اكتمل نموها والسبب مجهول. والله شوفي، في عندنا أنواع التشوهات الخلقية، دائما لها أنواع. في أنواع كروموزومي وجيناتي ومعروف هذا بالنسبة لنا. في حاجة اسمها مالتي فاكتوريال، مالتي فاكتوريال يعني متعدد الأسباب، وهذا للأسف اللي ما نعرفه نحن. فتلاقي في عندنا كثير من التشوهات الخلقية ما نعرف ايش سببها، وقد ما تبحث في الكروموزومات والجينات والمدري تلاقي كلها طبيعية. لكن نعرف انه والله نسبة التشوهات الخلقية دي 1 في كل 200 حملة. كويس. ايه المريضة اللي تنصاب بواحد من اطفالها يكون عنده مالتي فاكتوريال، الشانس حقها تصير 2 في كل 200، يعني تقريبا 1%. يعني ما زلنا نحن عندنا 99% انه يطلع البيبي كويس. فللاسف الشديد في بعض الاحيان نقول لهم احملوا وبعدين نشوف البيبي بعد ما تحملي، لكن ما نقدر نعرف ايش السبب، سبب الدارك، لانه في عندك الاكل، الشرب، الاشعاعات، السموم، في اشياء كثيره في حوالين بني آدم ما يعرف ايش اتعرض لايش منها. هل هي حتى السبب التوحد هذه ولا مثلا لا؟ ماله أحد، ما حد يعرف سببه إنه التوحد الى الان ما هم عارفين. شويه يقول لك التدخين، شويه يقول لك الكحول، شويه يقول لك انه والله ما اخذت نسبة فيتامين، الحديد ما عالية طبخ. في جسم الطفل، ناس يقول لك إيه. إنه ميركوري، لا كل حد لا يقول لك شيء. إيه. لكن في الواقع انك تعرف السبب كده ما تعرف السبب، وتطالع التوحد تلاقي يصيب العوائل الكبيرة والعوائل الصغيرة والفقراء والأغنياء والأذكياء والأغبياء، يعني ماله فئة معينة كده اللي تتسبب. عشان كده صعب إنك تعرف إيش أسباب. في سؤال تاني هنا دحين أرسل أقرأ لك يا سوري معلش من كترهم. هنا هل أوكي هل فعلا الأكل الصحي أثناء الحمل يساعد في صحة الجنين؟ هذه رديت عليها إنه صح. ما هو الجديد في موانع الحمل عن السنوات الخمسة الماضية؟ والله هذا سؤال مرة حلو صراحة. ما فيش أقول لك، نحن موانع الحمل، حبوب منع الحمل مثلا اكتشفت عام 1960، يعني من عام 1960 إلى الآن شوفي كم سنة، مرة كثير. ايوه واكتشفت على إنها هرمون يقلل التبويض، هرمون يقلل التبويض. خلاص عرفنا هذه هرمون يقلل التبويض. بعدين جينا قلنا والله طيب ايش في كمان شيء ثاني عندنا؟ اللولب او الشريط او اللوب، هذا هو عبارة عن جهاز يتحط داخل الرحم عشان يمنع الأجنة او الجنين انه يلصق في جدار الرحم. صاروا 2. ايوه الثلاثة، الثالث شيء كل حاجات ميكانيكية زي الكوندوم، زي ايوه السبونج المدري. فما عندنا أي شيء جديد. طلع أشياء جديدة قلنا أوه والله جات أشياء جديدة. واحد منهم شريط أو نحطه تحت الجلد، هذا ترى هرموني لكن الهرمون فيه نسبته بسيطة. الحلقة، يحطوا الحلقة داخل المهبل والحلقة برضه هرمونية لكنها بنسبة بسيطة. الأشياء اللي فعلا جديدة إن جابوا الهرمون اللوب هذا وحطوا فيه بروجسترون فصار هرموني. يصير نرجع تاني مرة نقول نحن الهدف من الحبوب منع، الهدف من منع الحمل عندنا الآن في الطب الحديث، يا اما ميكانيكيا زي اللولب، يا اما هرمونيه زي حبوب منع الحمل واردافها، اللصقه، كلها بنفس الطريقه، بس تختلف انه الاعراض الجانبيه من واحده لواحده اقل.
أنا دائما أقول، يعني أقول دكاترة النساء والولادة مشغولين زيادة عن اللزوم في إيش؟ يولدوا هذه وقيصرية ويسووا أطفال، ما حد فاضي إنه يجلس يسوي أبحاث عشان يخترع شيء جديد. اختراع أي الشيء الجديد هذا مرة صعب. يعني أنا أقول ممكن يستخدموا حاجة أنتي بوديز ضد الحيوان المنوي، أنتي بوديز ضد الأجنة، بس إلى الآن ما طلع شيء جديد. يعني حتى موانع الحمل للرجال ماتت، يعني طلعت شوية كده وبعدين ماتت لأنه أعراضها كانت مرة كبيرة، فما بطلوا بطلوا يعملوا دراسات يستخدموا. فيها. والله انترستينج دكتور انا 48 سنة ودورتي بلشت من كم شهر تتخربط، هل اخذ شيء او اوقف؟ هل هتوقف يعني؟ هل هذا ايوه بداية سن اليأس؟ وهل تقدر تاخذ اي فيتامينات او اي هرمونات؟ ايوه والله شوف، ايوه في السن، يعني بعد سن 45 لما تلخبط الدورة يعتبر هذا طبيعي. الناس طبعا اللي يكون دورتهم منتظمة 100% وبعدين تيجي في وقت فترة كده تنقطع تتأخر، فيبدأوا يخافوا على نفسهم انهم حيقطعوا، لكن ما حيقطعوا. ولا نسمي نحن انقطاع الدورة الا اذا مر علينا 12 شهر ما جاءت دورة. إذا 12 شهر ما جاءت دورة معناته إنه الهرمونات خلاص ما عاد فيه هرمونات نسائية. ذيك الساعة عندنا الخيارات، يا إما ندي لها هرمون بديل، يا إما نعطي لها بس مكملات غذائية وندي لها كالسيوم وندي لها أوميجا 3، وهذا يعتمد على الأعراض حقتها. الأعراض غير انقطاع الدورة، يعني مثلا اللي يجي لهم هوت فلاشز، السخونة ايوه هذا الزايدة، ايه من الاعراض، ايوه اللي ايوه يجي لهم الام شديده في العظام، اللي يجي لهم هشاشه، اللي يجي لهم، هذول يفضل انهم ياخذوا هرمون بديل ولفتره محدوده، يعني ما تقدر تدي له هو لطول العمر. يعني حكايه الهرمون البديل، انا برضو اتذكر زمان جات فتره من الفترات انه اي وحده تقارب انقطاع الدوره خلاص ابدا لها هرمون طول حياتها. وبعدين اكتشفوا ان الهرمونات هذه لها تأثير تأثير سلبي على سلبي. جسم الانسان، وخاصة على سرطان الثدي وكذا، فبطلوا يستخدموها. لكن دحين الآن يعني الريكومنديشن الجديدة انه اي واحدة عندها اعراض تاخذ الهرمون على ان لا يزيد عن 5 سنوات، تاخذ الهرمون البديل. على اللي ما عندها اعراض الافضل ما تاخذ هرمون، وتاخذ زي ما قلنا كالسيوم، مالتي فيتامينز، اوميجا 3، كل هذه عشان سبلمنت لها عشان تتحسن بشرتها، شعرها، ما تصير كسلانه وتنام كثير وما تبغى تشتغل وكذا. بالعكس، أيوة. يعني انا دائما اقول سن المراه يبدا بعد الـ40، لازم بعد الـ40 يكون في عندها نضاره، يكون عندها جمال، وهذا معروف. يعني صحيح ايوه، كثير ناس هنا يشوفوكي خلاص انه ثلاثينيه خلاص كبرتي. انا اشوف المراه احلى جمال فيها هي هذا العمر، لان تصير عندك الثقه، الثقه في النفس بالضبط، تزداد اي مراه جمال. على سن الـ40 تبدأ جمال المرأة يتغير ويصير ناضج ويصير، فلازم تهتم بنفسها بعد سن الـ40، مو خلاص تقول والله أنا خلاص كبرت وما إيه أحتاج لا لا بالعكس دكتور، هنا جاني سؤال حلو. يقولوا دايما إن they say regardless to إيش، يقولوا أي شيء الأم تاكله الولد برضو يتغذى من ناحية الفيتامينات، هل هذا صحيح؟ إنه مهما أكلتي الولد دايما هيتغذى من أكلك؟ يعني هو مو بهذا المعنى، انما يعني بمعنى انه حتى الجنين دائما ياخذ حقه، سواء انت اكلتي ما اكلتي، الاشياء اللي المفروض ياخذها ياخذها. لكن اذا كان انت اصلا ما بتاكلي فما حيوصل له شيء. يعني ايوه، فلازم يكون عنده، لازم يكون عندنا رصيد عشان نسحب من الرصيد هذا. الرصيد هذا يجي من الام. لكن يعني لو مثلا، لو افترضنا ان مثلا البيبي يحتاج 10 وانت عندك 11، حياخذ الـ10 ويخلي لك واحد. لكن لو كان عندك 20 انت حياخذ 10 ويخلي لك 10. فهو ياخذ اللي يحتاجه، اي نعم، لكن لازم يكون عنده رصيد. لكن لو انت اصلا ما عندك الـ10، من فين حجيب الـ10؟ لازم يكون في لازم رصيد. يكون فيه موجودة. دكتور هنا كثير أسئلة، كورونا والحمل، إذا أم تصابت ايه بكورونا وتأثير الكورونا على المرأة الحامل.
والله شوف، نحن كورونا في التاريخ هذا حلو، 3/3/2020 كان عندنا الجمعية السعودية لأمراض النساء والولادة، كان عندنا المؤتمر 28 كان في جدة، وأنا قررت في يومها، كان الكورونا بدأت يعني من شهر ولا شهرين، بس كانت بسيطة وفي الصين، فقررت إني أدي محاضرة عن كورونا ان بريجنسي، وحاولت أطالع في الكتب العلمية، لقيت 9 حالات فقط حوامل اللي في هذاك الوقت ايش اسمه ده كانوا مصابين مصابين بكورونا، بالكورونا. وقدمت المحاضرة، وكانت محاضرة يعني أقول لك يمكن من أجمل المحاضرات اللي أنا قدمتها، ومن أجمل الريسبونس من الناس، لأنهم كانوا خايفين من كورونا، وتكلمنا عن الكورونا في الحمل. الآن طبعا الخبرة زادت، وصرنا نشوف حالات أكثر وكذا. الكورونا في الحمل ترى زيها زي الناس الثانيين. الناس الثانيين يمكن يعني يمكن المرأة الحامل مناعتها ضعيفة، ممكن تتأثر أكثر، ممكن يجي لها التهاب رئوي أكثر، ممكن تدهور حالتها أكثر، لكن ترى 90% منهم اسيمتوماتيك، ما عندهم أي أعراض، فما عندهم ما عندهم مشكلة، وبعدين ما عندهم مشكلة إنه يتنقل منها للبيبي، إلى عهد قريب ما لقوا إنه في بيبي مصاب عشان أمه مصابة. البيبي اللي ينصاب بعد ما يتولد، وما ياخذوا كير بي وكذا، يقال انه في حاله او حالتين نقلت عنه، لكن المشيمه، الحليب، الرضاعه، كلها ما تحتوي على فيروس. الفيروس. ايوه فكذا نقول انه والله الحامل اللي لازم ياخذ احتياط نحن كهيلث كير بروفايدر، الممرضات، الميدوايف، الدكاترة، لما يشرفوا على واحدة عندها كورونا لازم ياخذوا حذرهم تماما، لأن ممكن تنقل لهم هي، لكن هي ما تنقل الجنين في جسمها، يمكن تنقله لو اتولد وشلت البيبي وحطيته على صدرها، ممكن تنقله أول بيبي، أصغر بيبي أنصاب بكورونا عمره 36 ساعة، وأنصاب بكورونا بعد الولادة، لأنه بعد الولادة على طول ما كان في عنده شيء، بعد 36 ساعة يمكن من اكتشفوا إنه عنده المستشفى كورونا. ومن الطاقم الطبي بالضبط، يمكن. إي أيوة بالضبط. أكيد. حتى الرضاعة، في ناس يسألوا كمان عن الرضاعة، أيوة الرضاعة يعني تقدر ترضع، بس لازم تاخذ بريكوشن. أفضل طريقة اكتشفناها نحن إنها تسحب الحليب تحطه في قارورة وتديه للممرضة هي ترضعه، ما ترضعه دايركت، لأن إذا كانت ترد العرايرك لازم تكون لابسة الماسك ولابسة كله، وهذا طبعا يكون صعب عليه. الكورونا طبعا في البريجنسي دحين صار عندنا في عدد كبير، ما عندي إحصائية، لكن حتى في المملكة في عدد كبير، في الكتب والليترتشر فيها كثير. واحد من الأشياء الجميلة، أنا أرسلت بحث كده نسميه ميتا أناليسز، أخذت كل الحوامل اللي انصابوا بكورونا مو في المملكه، انما في الكتب العلميه، وطلعت الاعراض حقتهم، وشوف ايش الاعراض اللي مهمه بالنسبه للحوامل. اكتشفت شيء غريب، نحن دائما نخاف من السخونه، دائما نخاف من الكحه، دائما نخاف من المليز والفتيك، والشيء اللي ما نخاف منه السور ثروت. لقينا الحوامل اول ما يبدأوا ترى بس بسور ثروت، ما عندها أي شيء، كأنه زكمة عادية، وبعدين تكتشف إنها عندها. فعشان كده كانت الريكومنديشن أي حامل تشعر إنه عندها زكمة ولا كده، على طول تروح تطلب تكشف. مساعدة وتكشف. نعم. دكتور هنا سألتك واحدة، بليز دكتور جاوبني، هل ممكن أخذ حمض الفوليك مع مكمل غذائي في نسبة بسيطة فوليك، ولا ما ينفع إنه الفيتامين يكون فوليك لحال ولا مع بعض؟ ايوه، لا ممكن طبعا، يعني نحن الجسم يحتاج 800 ملي جرام، زي الاليفيت عنده 800 ملي جرام، هذا اللي يحتاجه جسم المرأة الحامل، لكن في حبوب تكون 400 ملي جرام، وفي السوق كثير اشياء 1 جرام وش اسمه 5 جرامز، هذول اذا اخذوهم الجسم يحتاج 800، لكن الباقي ترى يستفيد منه الجسم، يعني يستفيد منه الجسم حتى اللي مو حامل. انا ساعات تقول له انا باقي عندي فوليك اسيد ايش اسوي فيه؟
اقول لها ترميه خذيه، ترى مهم للشعر للبشره، هو عباره عن فيتامين زي كانه واحد من الفيتامين، ولو له وظائف مره كثيره غير انه بس يفيد البيبي. فيعني اذا اخذت مكمل غذائي واخذت فوليك اسيد هذا ما يضرها ابدا. سؤال interesting هنا. Is toxoplasm something we test before wanting to get pregnant? Toxoplasm هل لازم نعمل له ايه اختبار قبل الحمل ولا ايه مو ضروري؟ هذا أظن حق الحيوانات صح؟ ايه التوكسوبلازما هذا اللي هم يسموه جرثومة القطط، القطط ايه القطط ها. خليني بس كده اقول لك قصة حلوة. يعني هيقول مرة من ما مرة من مرات انا جالس في عيادتي، وبعدين اتصل في واحد من الناس الكبار كده قال ارسل ايش اسمه مشهورة كده من المشاهير ممثلة يعني، ايوه قال هي اتجوزت وحملت واجهضت، ولما اجهضت قالوا لها انه عندك توكسوبلازموزس. قلت له طيب بس خليها تجيب لي كل الاوراق حقتها. والله جاءت ودخلت وشفتها وكده، وبعدين شفت التوكسوبلازموزس عبارة عن يعني باراسايت، هو عبارة عن باراسايت يكون موجود في، دائما يكون موجود في القطط اكثر من بني ادمين، الهوست حقنا القطط. ودائما لما ترى نسبة والكلاب نسبة كمان صح؟ حتى الكلاب ايوه صح؟ الكلاب والعصافير ممكن برضو اشياء البيتس أوكي كلهم ممكن يصير، لكن أي نسبة البني ادم انه ينصاب بالتوكسوبلازما ترى 1 في 10,000، يعني مرة قليلة النسبة انه ينصاب. واذا انصاب لازم يكون اثناء الحمل، ما يصير يعني واحدة انصابت قبلها بسنة ولا سنتين هذا ما إنه عندها يعتبر مشكلة. اللي انصابوا اثناء الحمل هم هذول اللي ممكن ايش ممكن يتأثر الجنين، ومو كل واحدة تنصاب برضو البيبي يتأثر. المشكلة اني لما لقيت الاوراق حق المريضة هذه اظن كان عندها كلب ولا قطة ولا مدريش، وكان عندها الاي جي جي حقها مره عالي عالي، لكن الاي جي ام واطي، اللي هو في نوعين من التحاليل. التحليل الاول الاي جي جي معناته انه جاكي من زمان وراح خلاص، اي جي ام معناته اكتف دحينه، ولازم يكون عندك اكتف ديزيز اثناء الحمل عشان البيبي يتاثر. ترى البيبي اللي يتاثر بالتوكسو مره بطال، يعني مره سيء، ما يشوف وراسه تصير صغيرة وكده، لكن لازم يكون الالتهاب أثناء الحمل. الحوامل في المملكة العربية السعودية ما هو ريكومنديشن، حتى في الدبليو اتش او أي واحدة تبغى تحمل مو لازم تسوي توكسوبلازموزس، إلا إذا كان عندها قطة ولا كده وخايفة يعني ايوه هي الاخت بطريقة جمانة معينة. سالت لانه تقول هي عندها 4 بساس وكلب، فعشان كده إيه سالت اذا هي لازم تعمل التحليل. تتأكد ان البساس هذا ما عندهم توكسوبلازما، يعني من الافضل عشان عندها كده الافضل انها تسوي التحليل. بس اذا سوى التحليل انا متأكد انه يطلع الاي جي جي هذا حقها بوزيتيف، يمكن تعرضت لتوكسوبلازما في يوم من الايام في حياتها فيرتفع. المشكلة الاي جي ام لا يكون مرتفع اثناء الحمل، هذا هو بس. كثير ناس دكتور في البرايفت بيسألوني عن الحمل، فبيقولوا لي إيش نصيحتك لوحدة تفقد الحمل بعد 5 إلى 6 أسابيع بحمل كيميائي؟ اي نعم الحمل طبعا الحمل الكيميائي يعني معناته انه صار حمل وصل للجدار الرحم وطلع الهرمون وادى بوزيتيف تيست وبعدين نزل البيبي. هذا طبعا احنا نشوفه كثير، وخاصة نشوفه في المساعدات في التلقيح الصناعي الحقن المجهري المدري، لكن يعني ما تقدر نحن ما نقدر نثبت الحمل ما نقدر. يعني إذا حصلت الشغلة دي خلاص لازم نعرف إيش السبب، لو كان في سبب يصير نقدر نعالجه. وساعات الناس اللي يصير لهم حمل كيميائي وينزل كثير بسرعة هذول يكون عندهم أجسام مضادة في جسمهم ضد الجنين ولا ضد فلازم يسوي تحاليل كده معينة عشان نعرف إنه جسمها خالي من الأجسام المضادة. إذا كان في أجسام مضادة في علاجات كثير بالنسبة لهم، يعني ما عندهم مشكلة. أوكي عندك سؤال هنا، هل أخذ حبوب منع الحمل لمدة طويلة يؤثر على نسبة الحمل المستقبلية؟
لا طبعا هذا كلام خطأ 100%. يعني هذا زمان كان يقول واحدة هي أصلا جاء من الأفلام المصرية ترى، على فكرة الحكاية ايوه، دي. لانه هذا اكثر شيء إيه وارد، يقول لك شكل كنت إيه بتحبه من الحمل لفتره حمو الين الحام الان. ليه؟ ترى لكن هي غلطة، هذه أظنها والله ماني متذكر مين هي الممثلة، بس أظنها ليلى علوي، أخذت حبوب منع الحمل لمدة شهرين، جلست سنتين ما حملت. طبعا هذا كلام غير صحيح، بالعكس انت عارفه حبوب من الحمل لسه دوبنا قلنا انها تخلي المبيض خامل وكسلان وما بيشتغل، فانت لما ما بيشتغل وبتيجي فجاه توقف الحبوب ايش يصير؟ يصير يشتغل بشراهه. في ناس يعني بعد ما يوقفوا حبوب من الحمل يحملوا بتوأم لان المبيض يبدا يشتغل فهذا كلام غير صحيح. وانا اديكم امثله يعني البنات في اوروبا وفي امريكا يبداوا ياخذوا حبوب من الحمل عمرهم 14 15 سنه عشان ما تبغى تحمل، وعندها بوي فريند وكلام من هذا. ومتى تفكر تحمل؟ لما تتجوز يكون عمرها صار 34 سنه ولا كذا، فتفضل تاخذ الحبوب 10 سنوات. اديكم امثله ثانيه، بناتي لما كانوا في الجامعه، بابا ما نبغى نحمل خذوا حبوب من الحمل، ياخذوا حبوب من الحمل لما يبغوا يحملوا يوقفوا الحبوب يولدوا ايه يحملوا. فيعني ما هو هذا غير غير كلام صحيح. غير صحيح. ايه دكتور does هذه جليلة حفني صاحبتي does C section scar tissue affect future pregnancy إذا في scar tissue من ال C section؟ السكار تيشو، طبعا نحن نتكلم سكار تيشو على في الرحم، ما هو في البطن ما له شغل، لكن في الرحم زمان كان يقول لك اللي تولد بقيصرية لازم تولد بقيصرية على طول، خلاص واحدة مرة ولدت قيصرية لازم تولد قيصرية. بعدين اكتشفوا انه والله في ناس كثيرين يولدوا قيصرية واحدة مرة، وممكن يولدوا مرة ثانية، وممكن طبيعي وكذا، فاتغيرت هذا. لكن ما زال الجرح اللي هو في الرحم هذا جرح في الرحم، حتى لو أديت فرصة لوحدة إنها تولد طبيعي لازم تكون حذر في أثناء الولادة، لأنه ممكن يتأثر. أي جرح في الدنيا دي ما يرجع ل100% زي ما كان. يعني أنت لما الواحد ينجرح في يده يجلس يطالع كده بعد 10 سنين يشوف المكان حق نشوف المكان. ونحن نشوف المكان اللي جوه الرحم برضه نفس الطريقة. دكتور واحدة من البيشنتس حقونك رسلت لي مسج قالت لي اسألك يا لأنها تتكسف تسأل. الله يسعدك، اقري سؤالي للدكتور. انا ولدت عنده كذا مرة واستحي افتح معاه موضوع التجميلي بعد الولادة. والله التجميل طبعا التجميل نحن نتكلم عن التجميل المهبلي يعني، ولا ايوه اثناء الولاده دائما ما يفضل اننا نسوي الشغلات دي، لكن نحن نسويها بطريقه معينه بحيث انه نطلع بنتيجه ممتازه. لكن هم طبعا دائما الناس يفكروا في التجميل الحقيقي، انه والله يصير في شد للعضلة وتضييق ايوه وشيل ما ينفع تسويه في نفس الفات الولادة. في نفس الولادة، مرة صعب ونتائجه مرة سيئة، لأنه الجسم ما هو الجسم بعد شهرين ثلاثة من الولادة. نحن دحين في عند الجمعية السعودية للتجميل النسائي عندنا مؤتمر في 4 و5، وكنت أتكلم عن الموضوع ده، إنه ما هو متى أفضل وقت تسوي العمليات النسائية؟ أفضل وقت تسويها بعد 6 شهور من الولادة. تخيلي 6 شهور من الولادة. أنت ما نحن والله نحن كل دكاترة النساء والولادة إذا سووا يعني سووا جرح وحاولوا إنهم يصلحوه بطريقة تجميلية. الآن كمان صرنا نحن أصلا ما نسوي جرح، نحاول إنه نخلي العضلة تفك وترجع من غير ما نقصها، لأنه قصة العضلة هذه ممكن هي اللي تسبب المشاكل الأساسية. دكتور هنا في اوكي على موضوع السنوات، انا عملت مرتين اطفال انابيب وفشلت المره الاولى بعد المنشطات نضجت البويضه، وقال الدكتور ما ينفع نكمل، والمره الثانيه نضجت 3 ولقح بويضتين وطاحت بويضه مخصبه وبقيت واحده توقف نموها. ايش السبب بتقول؟ ما هي عارفه اذا تكمل اذا ما هو ناجح معاها الموضوع. نرجع تاني للاطفال الانابيب. ايوه والله شوفي، يعني نحن اذا وصلنا اطفال الانابيب وصلنا طريق مكه،
لازم نوصل مكة، ما نقدر نسوي شيء. يعني ما تقدر تروح ثاني مرة ترجع يمين تروح يسار، لازم تكمل في الموضوع. تكمل. وبعدين زي ايوه زي ما قلنا نحن في الاول، انه والله نسبة النجاح كده، ولا حد حيقدر يعرف ليش صار وليه ما صار. لازم تتوكل على الله وترتاح شوية وترجع تحاول مرة ثانية، وإن شاء الله ربنا يسهل لنا. اوكي. تكيس، اعاني من تكيسات من 4 سنين وانا عزبيه، وتعبت من حبوب الهرمونات واثارها. اتكلم عن تكيسات المبايض. برضو للأسف تكيس المبيض يعني هو يعني مرض في المبيض نفسه. المبيض نفسه إذا تركته يصير فيه تكيسات كثيرة، ولازم تحرقها، ولازم مدري. كان زمان يشيلوا نص المبيض عشان التكيسات دي، لكن لقوا إنه لا العمليات ولا البنكشر هذه اللي يسووا لها كوتري في المبيض انه ينفع. ما في علاج لها الا انه ايش، انه تاخذ ادويه. الادويه ممكن تتغير من فتره لفتره، تتغير من حبوب منع الحمل لحبوب هرمونيه تقلل الهرمون المذكر. يعني مو لازم تستمر على نفس النمط أيه. لمده 10 سنين ولا كذا. وطبعا احنا دائما نقول له اني حب اللي هذول اللي عندهم تكيسات، يقول لا يا شيخ اروح اتجوزي وتعالي واحملي كأنه الرجال موجود، يلا هو نزود الزباين حقونا. وفعلا يعني اللي اقصده انه يعني اللي اقصد الناس اللي عندهم تكيس اذا وقفوا الولاد واخذوا منشطات وحملوا، ترى الحمل نفسه 9 شهور يخلي المبيض خامل، ما عاد ترجع التكيسات ثاني مرة. عشان كده نحن ندي له حبوب منع الحمل وكده. دكتور. عندك أسئلة مرة كثيرة، وأظن أنت يبغى لك صفحة انستغرام وتعمل لايفز أكثر، لأنه أنت لو تشوف كمية الأسئلة اللي بتجيني صرت من كثرها ماني عارفة أسألك إيش. فنرجع دحين تاني لموضوع الصحة، إيش تنصح أي وحدة بتفكر تنجب دحين من ناحية أكلها، من إذا كان وزنها زايد؟ اديني 3 ستيبس. لو تديني 3 ستيبس، انه مثلا انا مثلا شخصيا بفكر ابغى احمل، قول مثلا ال7 شهور الجايه، ايش تنصحني انا كشخص من ناحيه فيتامينز؟ ايش ابدا اروح اشتري دحين من الصيدليه؟ انا دحين بكره راح الصيدليه، بعدك ابغى اروح اشتري ادويه وفيتامينز اخذها، ايش تنصحني؟ أول التفكير الجدي، يعني التفكير الجدي في الحمل يبدأ بالنية الطيبة. أنا أبغى أحمل كويس، فالنية الطيبة إذا كانت موجودة يبدأ الواحد يفكر في جسمه. زي ما قلت إذا كان واحد أوفر ويت زايد وزنه، لا يحمل، لا تحمل المرأة وهي تخينة، لا تحمل. يعني بالعكس، ما دام انها هي في البراح تسوي رياضه، تسوي رجيم، تنقص الوقت وخلي وزنها في الرينج المعقول الطبيعي، وبعدين تفكر في الحمل. يصير اول شيء الاهتمام بالوزن، الاهتمام بالرياضه، هذه في الفتره الاولانيه. تغير من الستايل حقها، الحياه يعني اذا كانت تسهر ما بلاش تسهر، اذا كانت تنام كثير بلاش تنام كثير. هذه ترى كلها لها تاثير، يعني لها تأثير سلبي الحمد. على الحمل. إيه. وأهم حاجة عشان لا نزود وبعدين يعتقدوا إن نحن بنسوي إعلانات للأدوية، حامض الفوليك فقط، ما نبغاها تأخذ إلا حمض من شهر لشهرين، في ناس يقول 3 شهور قبل الحمل. هذا حمض الفوليك عشان يمنع بعض زي ما قلنا انه في العمود الفقري. امراض معينه العمود الفقري. وبعدين لما تبدا الحمل اذا كان عندها مثلا، اذا كان عندها هيستوري في سكر، اذا كان السكر في العيله حقتها، تتاكد انه بس انه سكرها كويس. لانه ساعات ترى حتى البنات الصغار اللي ما هم كبار، لما يكون ابوها عنده سكر وامها عندها سكر وخالتها عندها سكر، تخاف انها هي يصير لها سكر اثناء الحمل. فبس تتاكد انه سكرها كويس، مخزون الحديد حقها كويس، توكل على الله تحمل. لما تحمل تكمل على الحامض الفوليك. وبعدين طبعا زي ما انتم كلكم تعرفوا اكثر مني، انه ال3 شهور الاولانيه مره صعبه بالنسبه للغثيان، بالنسبه للنوم، الكسل، المدري. يعني تحاول دائما انها تشيل الكلام هذا من راسها، كل ما زودته في راسها كل ما زادت الاعراض.
لكن اذا كانت هي تقول لك، انا دائما اقول لهم شدوا نفسكم كذا، خليكم شديدين ولا تهمكم. لكن هو ما هو بس عباره عن حاجه نفسيه، ترى في حاجه عضويه، في هرمونات، تغيرات الكثيره في الجسم هي اللي بتخليهم كذا. لكن دائما ال3 شهور ترى تعدي، ودائما ال3 شهور تلاقي وزن الحامل ينزل شويه في ال3 شهور الاولانيه. بعد ال3 شهور الثانيه طبعا دائما قلنا تدور على الفيتامينات اللي الكالسيوم، الاوميجا 3، وده زي دحين ما قلنا انه اليفيت هذا من الـ البرودكتس الكويسه، لانها حبه واحده تغضيك عن كل شيء. تشرب الحليب، تاكل جبن، تشرب لبن، الاشياء اللي. وبعدين التغذيه اثناء الحمل كله، من اول الحمل لاخره، 3 اشياء مره مهمه مره مهمه. رقم واحد، تمتنع ولا تقلل من النشويات والسكريات، تقلل، بلاش اني اقول تمتنع، لانه الشوكولاته والمعجنات هذه كلها يعني ممنوعه في الحمل، ممنوعه عشان لا تزود السكر، عشان لا تزود الوزن. تكثر من البروتينات، في ناس يقول لك لا تاكل بروتين، لا، كل بروتين، البروتين مهم بالنسبه لك وللبيبي. البروتينات، الخضروات والفواكه، هذه الاشياء اللي مره مهمه اثناء الحمل. وحتلاقي انه الوزن ما يزيد، لا يمكن يزيد اذا اتبعنا النظام هذا، يزيد الوزن اللي يحتاجه الجسم. يعني المراه تحتاج انها تزيد 12 كيلو 12 كيلو فتره الحمل. انا اعرف ناس زادوا 30 كيلو، وفي ناس أنا 25 25 كيلو. ايه أخذني سنتين أنزلهم، نزلتهم ايه بعد سنتين، ايه صعبة فما يعني، أنصح صعبة. أحد يتخن لا ايه تخن في حمله. دكتور حقيقي أنا اليوم أقدر أقول لك من يومين رجع وزني بعد سنتين، عشان كده دحين حقيقي قاعد أعمل رياضة، بأخذ فيتامينز، رح أروح ايه أشتري فوليك أسيد بكرة. ايه وحقيقي حقيقي أبغى أحمل على نحف كمان، مو على بس وزن كويس، عشان يكون الأفضل حملي طبعا. حلو وصحتي ايه كويسة. ترى أصعب شيء تكوني حامل على تخن، حتى الظهر يتعب. صح. فمرة شكرا على لا، جلستك الحلوة اللي ما تنمل، الله وروحك يخليك، الحلوة يا دكتور، والله الله العظيم حاسة يخليك، نفسي قاعدة أعرفك من زمان. الله يخليك، ترى يسلم. سمعتك مرة حلوة، ما تتخيل قديش كل أحد يقول أوه ماي جاد بروفيسور حسان، دكتور حسان، مرة كل أحد يعني يعرفك، ويعني كثير، وزي ما أنت شايف كثير من الناس اللي ولدوا عندك بيرسلوا مسجات خاصة بيسألوك أسئلة. في واحدة دوبة قالت إن هي ولدت توأم بعد ما اتبعت خطواتك ايه من المتابعين. والله، هي طبعا يعني برضه هذه من الاشياء اللي يجي كده الواحد بقى، بلا ابغى توأم ولدين، ابغى توأم بنتين، ابغى كيف كيف توأم ولد وبنت. يعني نحن دائما اقول لهم التوأم ترى هذا حمل غير طبيعي، يعني التوأم فعلا حمل غير طبيعي. طبيعة البشر انهم يحملوا بواحد، اللي يحملوا باثنين هذا يعتبره غير طبيعي. لكن في يعني منشطات وكذا الواحد ياخذها، وساعات ربنا يسهل له، ربنا خاصة إذا يسهل. أخذ منشطة دي. بس أنا أبغى أقول لك على حاجة على التوأم دي، ما دام إنك كذا قلتي. ايه في قلت قرية كذا في نيجيريا، هذه لقوا إنه اللي تحمل فيها لازم تحمل بتوأم. فإذا أنت تبغى تحمل بتوأم روحي نيجيريا. هناك عندهم ديسكاونت. هذه القرية هي ايش اسمه ده، كل واحد تحمل فيها. فيعني استغربوا الناس، فجو كثير من الدكاترة يدرسوا الموضوع ده، فلقوا انه والله الناس دول اكلهم مختلف. هي قرية في نيجيريا، مو نيجيريا، قرية في نيجيريا، لقوا انهم ياكلوا بطاطا حلوة، عارف الجزر اليماني، ايوه ياكلوه في الفطور وفي الغداء وفي العشاء، يعتبروه زي العيش عندنا، زي الرز عند الاندونيسيين، يعني يعتبروه خطير طبعا. وجبة أساسية، سويت بوتيتو. وبعدين طلعوا منه مادة، لما العلماء أخذوه ودرسوه كده، طلعوا منه مادة سموها كوكيوتين، يمكن سمعت عنها، تلاقيها في كثيرة في سمعت الاسم ايوه الكوكيوتين هذا أخذوه وحقنوه في فيران المبيض حقهم خامل كسلان، فتنشط. فالآن في الجي ان سي والهذا
كثير من الهيربز دي سووه عبارة عن حبوب، كوكيوتين عبارة عن حبوب، وتثار الناس ياخذوه عشان يحملوا بتوأم، عشان اللي ما مبيضة ما يشتغل تاخذه عشان المبيض يصير نشيط وكذا. فأنا دائما أقول القصة دي، أقول لك دحين وأنت خارجة شفتي حق الخضروات اللي جنبكم ايوه اشتري منه هروح سويت كوكيوتين بوتيتو. لا دكتور انا سويت معنى بوتيتو. توأم، انتوا سامعين الصوت اللي عندي هنا ما شاء الله، انا مهندس مهندس، انا بحاول اعمل بث بهدوء وبسمع صوت من بابين مقفلين. بس والله اتبسطت معاك دكتور، وان شاء الله اجي الله ازورك يسلم، يوم في العياده، الله يحييك وفرصه في أي وقت سعيده، والله. ونورت اللايف الله حق اللي بيت معايا، الله الله وشكرا يبارك على فيك حضورك. يا واي اسئله اسال الدكتور شخصيا. عندك حساب في انستغرام طبعا وكل شيء صح؟ اي عندي، نعم عندي، بس انا ماني المشكله اني ما طب فاضي اجلس كويس. اجاوب على ايش اسمه، لكن يسالوا في اي وقت لما اكون فاضي. انا بس قبل لا طب ننتهي، يعني ممتاز. اول شيء انا اشكر شركه باير واليفيت انهم يعني اختاروكي انت بالذات عشان تكوني معانا، لانه صراحه انا زي ما قلت شكرا لك والله كلك ذوق. بالهوا، قلت لك بناتي لما عرفوا ونادوا وعيش النهاية، فيعني انا كنت مبسوط اني انا طالع معك والله. وان شاء الله باذن الله نتكرر ونشوف مره ثانيه باذن الله. والله أنا فرحت صراحة. والدكتور تعرف شيء، أنا أظن لو يرجع بي الزمن، أنا درست تسويق ودرست ماجستير في إدارة، لو يرجع بي الزمن ايه كنت درست طب وطب بشرة، بس أظن كنت 18 17 سنة لما رحت الجامعة، فما كنت أعرف إيش أبغى، بس لو عشان كده مرة عندي حب بس للدكاترة والطب. ايه بس برضو انا يعني نوت تو ليت، يعني لا لا لسه والله تو ليت في وقت خلاص، والله، بس في اي وقت نو كلها فاش. خمس سنين وتصيري دكتور، ايش تبي لا احلى لا من لا كذا. لا خلاص، المخ ما صار يحفظ زي اول، بس بكون صريحه معاك عشان كده انا من احب شيء عندي في اللايفز حقتي اني استضيف دكاتره ونقول معلومات مره مفيده، عرفت كيف؟ فاي انجوي، عرفت كيف؟ الله يلا يسلمك دكتور الله شكرا يسلمك. عشان هي نقطع اوكي اللايف هلا دحين، هلا عدينا سالم، الساعه. يلا اوكي تسلم، مع اوكي السلامه. مع السلامة، مع السلامة. شكرا، هيقطع اللايف دحين. ان شاء الله عجبكم اللقاء، واشكركم على الحضور دائما. كنا مع اليفيت اليوم نتكلم عن المرأة والحمل والفيتامينز وكل هذه الامور اللي تفيد اي مرأة حامل. ان شاء الله ردينا على كل اسئلتكم، وشكرا.